yang terdiri daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang sempat kita bincang hari itu, dan perbincangan kita berakhir hingga muka surat 25. Muka surat 25. Hadis-hadisnya belum lagi kita baca. Jadi malam ini kita akan mula baca hadis-hadis di bawah tajuk ni. Tajuk. Tengok muka surat 25 ya. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارب عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. باب. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.